أستاذ يشكي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهل، إلى الظلم، إلى التفرقة، إلى الضلال، إلى الشرك الذي زجزج به تبارك وتعالى النور في العالمين، التيغان النور، الرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي تبارك وتعالى زوج النبيات أي كتفوت إلى العالمين. إن ربي تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. هان خلق النبي صلى الله عليه وسلم يزوج سيد ربي باش هذا حق تفوت يقاح النور يقاح رقاس هذا حيسمون يقاب العقل يقا أجود الناس يقا الصدر نصف الكي يقا أشد حياء لله سبحانه يقا أشجع الناس يقا أزهد الناس في الدنيا. إذا أكثر متواضعا في الدنيا يتعاون التقمينس التخيات التوبنس التخدمة قايونس ربي تبارك وتعالى الزوج الجديد أريد تزور المسلمين واللي يقول للمسلمين أريد تزور المرضى أريد تشكى يقا صادق اللهجة أريد 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 يسكتوا يقا أعدل الناس أريد ترفق الضعفاء. النبي صلى الله عليه وسلم ينصف المرأة ينصف الفرخان ينصف حتى الحيوانات إلا ديسن انصف غير المسلمين مثلا غير المسلمين ان نجلس اول فركين ان ان يوهان غوتا ان كن اي توروبا ان خصها كالمفاهيم قرنين ان جزند محمد صلى الله عليه وسلم ان دخل جورج بيراند شو هان العالم احتج سيورغاز زند للتفكير محمد صلى الله عليه وسلم ان ده تولستوي اللي قالنا الذي مقرن هان الشريعه محمد صلى الله عليه وسلم انت تسول اريحكم العالم اشكوت كاع تي العقل. اذا اللي غير نص النبي صلى الله عليه وسلم اصلا عرفت المكان انشر الفضائل نص غميد انت الاوامر نص انت تبع غرس انت تبع الشريعه نص انت تبع الشبهات في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كفات هاني قال القاس قالت نحق ربي تبارك وتعالى يويد القران الكريم قال القاس ربي تبارك وتعالى اغسل ديسني لي ان ربي تبارك وتعالى هان القصد اذن حونتين باش العالم اتبع اتبع شكون حياه الناس كلها اكا تبلغ الرسول النبي رساله النبي صلى الله عليه وسلم اليك الشافع يوم القيامه يمد ان ربي تبارك وتعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين.